الممثلة والفنانة فاطمة وشاي تقتحم عالم اليوتيوب. بعد غياب طويل أو بالأحرى تغيب غير مفهوم عن الشاشة المغربية، قررت الفنانة المقتدرة فاطمة وشاي اقتحام عالم اليوتيوب، حيث قامت قبل أيام بإحداث قناتها الخاصة، جعلت منها منصة للتواصل مع جمهورها عبر طرح كبسولات قصيرة تناقش من خلالها عديد من المواضيع والقضايا التي تلامس الواقع المعاش وفق طريقة كوميدية صرفة. هذا وقد طرحت وشاي إلى حدود اليوم 6 كبسولات سلطت من خلالها الأضواء على بعض القضايا التي تطرح نفسها بإلحاح، كان آخرها موضوع جنون العمارية في إشارة إلى توظيف العمارية في غير محلها ومناسبتها المعروفة، وهي تجربة لاقت كثيرا من الاستحسان من لدن جمهور وشاي ومحبيها الذين دعوها إلى مزيد من العطاء والإبداع لما لها من مكانة اعتبارية خاصة في قلوب كل المغاربة، خاصة أنها فنانة محترمة جدا قدمت على امتداد سنوات من العطاء أعمالا فنية رائعة ستبقى خالدة في أذهان الجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.